السلام عليكم صبيان خياطة وفدا مع وفاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله. في الفيديو ديال اليوم غادي نصاوب معكم فستان ديال البنوتات، كيجي الشكل ديالو رائع. انايا عندي التوابات ديال الكيلو، جوج ديال القطع، نتوما خدوها كغير متر ديال الثوب كافيكم. بالنسبة للثوب عندي هنايا الثوب ديال الكريب، وبالنسبة للقياسات اللي غادي نخدم بها هي 7 سنين. وغادي نجيب هاد القطعة هادي، غادي نفصل منها القطعة الفوقانية، والقطعة الاخرى غادي نفصل منها كل التنورة. غادي نتني هاد القطعة هادي على اثنان وغادي نحلها من الوسط. غادي نجيب هاد القطعة هادي، غادي نتنيها هكا على اثنان، غادي نقدها من الجوانب. غادي نجيب هاد القطعة هادي ديال الأمام، غادي نخليو 8 سنتيم ديال الكروازي بحال هكا. القطعة ديال الأمام غيجيونا محلولين، وهاد القطعة هادي ديال الخلف غادي نديرهم بحال هكا، وغادي نخليو واحد 8 سنتيم ديال الكروازي. صافي، كتبقى لينا 8 سنتيم بحال هكا. وغادي نحطو القياسات. في الكتف عندي 15 سنتيم، مع سنتيم ديال الخياطة 16 سنتيم، وفي العنق كندخلو 6 سنتيم. وفي الكتف غادي نهبط بجوج سنتيم، وغادي نطراسي هكا خد ديال الكتف. وفي الطول ديال التركيز درت 14 سنتيم. وفي الصدر درت فيها 17 سنتيم، مع سنتيم ديال الخياطة 18 سنتيم. غادي نقسم هكا التركيز على اثنان وندخل بنص سنتيم. وفي الطول ديال الحزام درت 26 سنتيم، وكنزيدو واحد 2 سنتيم ديال الخيطة، سنتيم ديال الكتف، وسنتيم ديال الحزام 28 سنتيم. وفي العرض ديال الحزام نقص غير سنتيم على الصدر. هنايا غادي نزيد سنتيم ديال الحزام، كنت ما زدتهاش، كنت درت غير 27 سنتيم، ونزيد سنتيم ديال الحزام. وفي العنق هبطت بجوج سنتيم. وغادي نطلع بواحد سنتيم هكا في الجوانب، فاش الخيطة ما يجوناش الجوانب طايحة. وغادي نحيد القطعة ديال الخلف على القطعة ديال الأمام، وفي القطعة ديال في الدورة ديال التركيز غادي نحيد هكا واحد نص سنتيم بحال هكا في القطعة ديال الأمام. وغادي نجيو لهاد القطعة هادو ديال الأمام بحال هكا كنديرهم، هذا هو الوجه ديالهم، هذه الجهة المنية وهذه الجهة ديال السرية. في الجهة ديال السرية غادي نحيدو هاد الكروازي كامل بحال هكا. وهاد الجهة هادي ديال المية غادي نجيو هكا مع الصدر، وغادي ندخلو بواحد 6 سنتيم بحال هكا، غادي ندخل بستة سنتيم. وغادي نطراسيها بحال هكا، وهاد الكروازي غادي نحيدو بحال هكا، غادي نطراسي حتى الفوق. صافي، وغادي نحيد هاد القطعة هادي. فاش كنخيطوهم كيجيونا بحال هكا، هاد القطعة كتجينا بحال هكا، نتوما غتشوفو في آخر فيديو. صافي، دابا غادي ندوزو نفصلو القطعة السفلانية التنورة بحال هكا. غادي نتني القطعة على اثنان ونتنيها على اربعة. صافي، غادي نجيب هاد القطعة هادي ديال الخلف، وغادي نحط نفس القياس اللي عندي في الدورة ديال الحزام، وغادي نزيد عليه واحد 15 سنتيم ديال الكشكاشة بحال هكا. كتقدوها مزيان، وغادي تحطوا نفس القياس اللي عندكم في الدوره ديال الحزام،
وغادي نزيد عليه واحد 15 سنتيم، وغادي نحط 15 سنتيم ديال الكشكشة. وفي الطول درت فيها 48 سنتيم، وزدت 2 سنتيم ديال الخياطة، سنتيم ديال العطفة، وسنتيم في الدورة ديال الحزام هي 50 سنتيم. صافي غادي نقد التوب هكا، هاد القطعة هادي غادي نقدها، وغادي نحل التوب من الجنب. بحال هكا كتجينا فاش كنخيطوها، كتجي بحال هكا عطيه لواحد الكشكشه. وغادي نجيب هاد الشريط هذا ديال التوب، وغادي ندير في العرض ديالو هكا 3 سنتيم، غادي نديرو به التبطين للدوره ديال التركيز، غادي نفصل منه جوج ديال القطع، وغادي نفصل منه واحد الشريط اللي غادي نديرو به التبطين في القطعه ديال الامام وفي القطعه ديال الخلف. هنايا عندي هاد القطع هادو، غادي نديرهم هكا الوجه لعند الوجه، وغادي نخيط. وفي العرض ديالهم نفس القياس اللي درنا في الشريط اللي فصلت معكم درتو في هذا الشريط هذا. وفي الطول كديروا هكا القطعه كبيره اللي غتجيكم في الدوره ديال الخلف والقطع ديال الامام جوج. بحال هكا كيجينا شريط كبير. وغادي نجيب هذه القطع هادو ديال الامام والخلف، وغادي ندير هكا الوجه عند وجه، وغادي نخيط الكتفين. صافي من بعد ما ساليتو بالخياطه بحال هكا كيجينا هاد الكروازي. وغادي نجيب هاد الشريط هذا ديال التوب، وغادي ندير الوجه لعند الوجه بحال هكا. غادي نبدا من القطعه ديال الامام، وغادي ندور هكا بالخياطه على القطعه ديال الخلف وفي القطعه ديال الامام الاخرى. غادي نحيد هاد الزياده هادي ديال التوب من هاد الشريط، وغادي نجيب هاد الشريط هذا غادي نقلبو هكا للداخل بحال هكا. غادي نثني المره الاولى ونثني المره الثانيه. هاد الشريط هذا ديال التوب كيجي للداخل على الوجه، كتجي باينه غير الخياطه، ما كيجيش بين الشريط ديال التوب، ما كيجيش بين هكا التبطين. صافي غادي نثنيها بحال هكا ونخيطها في الدوره كلها. وفاش كنوصلوا لهنا كنتنيو هاد التوب بحال هكا، نتنيو بحال هكا، كنتنيو الجهه الاولى ونتنيو عليها الجهه الثانيه. صافي وكنخيطوها. بحال هكا كتجي الخياطة على الوجه بحال هكا. صافي غادي نجيب القطعة السفلانية وغادي ندير لها الكشكاشة بحال هكا. غادي نتني سنتيم ولا كتنيو غير نص سنتيم، انا هنايا تنيت سنتيم ديال التوب،
حيت زايده في الثوب 15 سنتيم على الدوره ديال الحزام. الا زدتو اقل من 15 سنتيم كتني هكا غير نص سنتيم. بحال هكا كيجيو هاد البليات بحال هكا. صافي غادي نجيب هاد القطعه هادي ديال الامام، كتقدو هكا مزيان هاد الكروازي وكتشدو هكا بالبانكات باش تخيطوه ما يجيكمش هكا هاد الكروازي هذا اعوج. بحال هكا كتقدوه من الجوانب. وغادي نخيط هاد القطع هادو فاش نخيطهم هكا على التنوره ما يبقاوش يعذبوني في الخياطه. وغادي نحيد هاد القطعه هادي ديال الثوب اللي جات طويله على القطعه الاخرى. صافي كيجيونا بحال هكا. وغادي نجيب هاد القطعه هادي غادي نديرو هكا الوجه لعند الوجه بحال هكا. صافي وغادي نخيطهم. وبحال هكا كتجينا هاد الكشكشه هادي في الحزام بحال هكا كيجيو البليات. صافي من بعد ما خيطت الجهه ديال الخلف غادي نجمعوا البياسه. وهنا في الخياطه ديال الحزام كديروا الخياطه عند الخياطه بحال هكا. صافي غادي نخيط بواحد سنتيم. صافي من بعد ما جمعت البياسه غادي ندوز ندير التبطيل للدوره ديال التركيز. غادي نجيب هاد الشريط هذا وغادي نديرو بحال هكا في الدوره ديال التركيز كامله. غادي نقطع غير القياس اللي غيجيني في الدوره ديال التركيز. غادي نزيد واحد سنتيم ديال الخياطه بحال هكا. وغادي نخيطو عند الركبه للدوره ديال التركيز بحال هكا. كديروا الوجه لعند الوجه. وغادي نجيب هاد الشريط هذا وغادي ندير الخياطه ديال هاد الشريط مع الخياطه ديال الدوره ديال التركيز بحال هكا. غادي نخيطو الوجه لعند الوجه. وفاش نبغي نفيني غادي نفينيوها للداخل باش كتجينا على الوجه باينه غير الخياطه ما كيجيش باين التبطين. بحال هكا كيجينا هاد الشريط هذا. وغادي نتنيوه للداخل. غادي نتني المره الاولى بحال هكا وغادي نتني المره الثانيه. الشريط كنتنيوه كله للداخل ما كيجيش باين على الدوره ديال التركيز. صافي وغادي نخيط على الحرف ديال الثوب. بحال هكا كتجينا الخياطه غير الخياطه بوحدها اللي كتجي باينه. التبطي كيجي للداخل بحال هكا. صافي وغادي ندوزو نديرو العطفه للدوره ديال الجلايل. غادي نتني هكا سنتيم. صافي وغادي نخيطها. الا ما كانش عندكم السرجي كتني نص سنتيم وكتني سنتيم. انا هنا عندي السرجي غادي نتني غير سنتيم باش ما تجينيش العطفه هكا غليظه بزاف.
صافي، من بعد ما سالينا البياسه بالخياطه غادي نجيو للقطعه ديال الامام وغادي نركبو هكا للصديفات بحال هكا كيجيونا، غادي نركبهم ونرجعو نشوفو الشكل النهائي. وكان هذا هو الشكل النهائي، كيجي الشكل ديالها رائع بحال هكا كيجيو هاد الصديفات في القطعه ديال الامام، كنخيطوهم مع القطعه ديال الاسفلانيه والقطعه الفوقانيه بحال هكا كيجي يعطيك واحد الكلوش. وكان البنات هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون من الاعجاب ديالكم، استفدتوا فيه ما تنساوش تشاركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد، شاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، تخليوا ليا لي جيم والتعليق ديالكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.